Good morning, ladies and gentlemen. Today our lecture is about Odes on Melancholy by John Keats. طبعاً John Keats هو يمثل school of Odes هو because he wrote the six great Odes لأنه كتب الأناشيد الست العظيمة، لذلك هو يعتبر رئيس مدرسة أو زعيم مدرسة الأناشيد. سكول طبعا سكول اوف اودز يعني جت بالنسبة تيمنا لأنه منا لأنه كتب الأناشيد الست العظيمة. اود اون جريشن اير، اود اون اندولنس، اود اون ميلانكولي، اود اون نايتنجيل، اود تو سايك، اود تو اوتم. طبعا تعريف ال يعني او معانيهن، اود تو جريشن اير هي انشودة الى الجرة الإغريقية، أود إن دانس، أود إن دانس هي أنشودة عن الكسل، أود أون ميلانكولي أنشودة عن الحزن، أود تو نايتنجيل أنشودة العندليب، أود تو سايك أنشودة الروح، أود تو أوتم هي أنشودة يعني الخريف. تعريف الأود is a former lyric poem that's written in celebration or dedication. Dedication. They are generally directed with a specific intent. تكون هي قصيدة غنائية رسمية غرض منها احتفال بشيء معين أو توجيه حول شيء معين، ذلك تختلف عن بقية القصائد الغنائية. أودا ميلانكولي في هذه الأنشودة Keats addresses the reader, a sufferer of melancholy, tells him not to worry, that beauty and pain intertwined in the world, that both offer a fuller view of life when it occur in tandem. فهنا يوجه كلامه أو نصيحته للقارئ، يقول له اللي هو مفترض يعاني من الحزن، يقول له الحزن جزء من الحياة، الحزن والسعادة جزء من الحياة. في لحظات السعادة ما تقدر ثمنها إلا ما تمر بحي يعني شنو لحظات حزن. هنا معظم يعني نقاد أو معظم الشعراء ينظرون على أن الحزن هو شيء سلبي، ولكن هو الرجل في هذه الأنشودة ينظر لعلى شيء إيجابي جزء من حياتنا. ليش؟ لأن هو شخصيا عانى من مرض وفراق عن امرأة اللي راد يتزوجها، ويعني حياته الشخصية مليئة بالحزن، فكتب هذه الأنشودة. No, 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 go not too late, neither twist. Nor هي طبعا هاي من أهل مش الأبيات، يعني ليست الستانزا الافتتاحية، الستانزا الافتتاحية تم حذفها لأن ما تربط شوي بموضوع القصيدة. فهنا أنا من خلال استخدام الجريك goddess of oblivion اللي مو مفترض أنه سبب النسيان أو تعيش في أسفل نهر النسيان. فهنا أنا من خلال استخدامه كأنما يطلب منها نسيان الحزن. طبعا ماكو واحد من عندنا ما يتمنى منه الحزن يمر سريعا عليه. بالستانزا الأولى يعني by using a heavy amount of negative words like nor, no, nor, not, Keats actually managed to drive his message farther, considering that he is speaking about idea of melancholy and bad temperament. هنا يعني من خلال استخدام كلمات النافية يشير إلى شيء أقوى اللي هو الحزن والمزاج السيء، ورادي أيضا يقوي فكرة أنه melancholy is part of life. He want to reinforce about this idea and cannot escape it. لا يمكن نسيانه حتى لو شربنا من نهر النسيان. Also intervening of death phase, it was known for melancholy to cause a brooding temperament or wish to death. وأيضا الموت مربوط بالحزن لأن الحزن معروف الشخص يعاني من الحزن والاكتئاب قد يتمنى الموت. أيضا يستخدم الإيمجري والجريك ميثولوجي والعناصر الريليجيوس كلها ايرونيكلي كلها بطريقة ساخرة حتى يشير إلى أنه
Melancholy is to life, part of life. بالستانزا الثانية طلابنا نشوف انه Keats move on from what not to do be set by melancholy to what to do. يعني يشير انه شنو نفعل. You know the idea that melancholy said in appearing a detail which mentioned a letter to his sister brother. Being debilitating, almost changing in the world. Reading it with a modern perspective, one can draw allusion to depression that Keats describes a sudden fall of melancholy. نحن طبعا طلابنا من خلال رسائل اللي كان يكتبها شخصيا كيتس يوضح طريقة أو طريقة حصول الدبرشن اللي هي اكتئاب أو الحزن عند الإنسان واللي يكون فجأة نتيجة ربما موقف معين شيء معين. لذلك هو أيضا من استخدام الأبر شراود والإيمجري والوصف يعني الميتافور. He want to emphasize the idea that source of preciousness that gives attribute to sadness help him to appreciate life farther. طبعا هو جزء من الحياة وراد الرجل يوضح لنا انه احنا اذا ما نمر بلحظات حزن ما راح نقدر الحياة او اللحظات الاخرى بالحياة. Thus Keats suggesting to enjoy the best of melancholy that come across the reader. نحن طلابنا يجي نصيحة لنا نوجهها مباشرة انه نستمتع بلحظات الحزن مثل ما لحظات يعني سعادة لأنه تبقى جزء من ذاكرتنا ومن حياتنا. In the final stanza راح ينتقل إلى أهمية he want to Keats to show the importance of melancholy as it is form of life with the beauty على أنه جزء من أجزاء الحياة بالجمال خاص به. It is impossible to have life, complete life without melancholy. لا يمكن حصول على حياة كاملة بدون الحزن. يعني الحزن جزء منه. مثلا هو مطينا أشهر السنة من أحد أشهر السنة هو مثال مطينا عليه شهر أبر الرابع. ليش؟ لأنهم عندهم بالعدين الإنجليز هذا الشهر يكون ممطر وهو شهر حزين، ولكن it is a beautiful in its own way and leads to blooms of flowers. يعني هو يكون جميل يعني بطريقة معينة له، وهذا المطر يجيبه يكون أمطار خير لأنه الزهور تنمو منه. إذا مع كل لحظة حزن يتبعها after the rain comes the rainbow، يعني بعد هطول المطر يظهر قوس قزح. وهنا أنا هذه هي الحياة، لحظات حزن وسعادة وسعادة وحزن وإلى آخره. I hope you enjoyed this lecture. See you in the upcoming videos.